استنى بيه والنبي اسمعني بس يا باشا. ايه خليك انا مره فاتت بص عمل ايه؟ اه يا اخرى ايوه اضربك انت عايز تاكل عمال في البيت لو انت عايز امرض لك واسكت. اه بتبقى امرض له حضرتك. مين بقى اللي بيتقلص؟ يبقى اتجوزها. يا لهوي يا لهوي يا لهوي واقف التصوير يعني. وهي لما تقول لي بتتأمرضي بس بس انا ممثل غصب عن عينك وراجل محترم. ده كمان ورك 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 هتيجوا تاخدوا الحاجات دي ولا اقطعها؟ يا عم انا بكلم كل الناس كده بس ما ينفعش اللي بيحصل ده. انا ما بقفش في صفه اقسم بالله هضايقك. عندي يقف معانا ترد عليا يا عم حناوي. انت بقى اشتم البرنامج ولا اشتم مين ولا اشتم مين؟ انا مش عارف اشتغل يا عم. انت طلعنكم ما اصطلحتوا. اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من حلهم بينهم الصلح خير. ضيفتنا النهارده عزيز علينا كلنا. تعالوا نشوف مدام ميمي جمال هنعمل فيها ايه. وانا الاستاذ درديري في كنترول. نهدى اهدى انت بس. يلا استند باي. هنا. لا انت بعد ايه؟ بعد معلش إذنك. بعد عشان اذن حضرتك عشان انت شاورت لي هنا فانا عاتب. لا بعملك كده. انا اسف. اتفضلي. طيب انا اسف. فين بقى؟ يعني هنا. ايوه مدام ميمي حضرتك منورانا. انا الاستاذ درديري. ربنا يخليك. استنى شويه بقى عليا عشان انا تعبت منك. ايوه حبيبي. انا الاستاذ درديري المخرج. اهلا ازيك يا استاذ درديري. ازاي حضرتك منورانا. ربنا يخليك ده نورك والله. مين اللي قال لحضرتك تقعدي في المكان ده؟ مين اللي قال لحضرتي؟ انا لففك على الكراسي. الاستاذ مهند مساعد استاذ ده درديري. يعني ممكن حضرتك يعني دلوقتي يعني شوية كده ونبتدي البرنامج ونندهلك ممكن؟ نهدى عشان الأستاذة عاوزة تبتدي البرنامج. إن شاء الله كتر. أنا عايز أسيطر. لا ده أنا إيه؟ لا أنت يعني أنت المشكلة إن مفيش غيري قاعدة. يعني أنت بتزعق لمين؟ يلا استند باي. عاوز اقول اكشن. سيطر. إيه طب هستأذن حضرتك تقعدي على الكرسي اللي في النص. لا مش هيحصل. لا ده انت بتحلم. حد قال لك الكلام ده وانت نايم بالليل؟ انا كنت قاعدة هنا اصلا. ايه اللي قومني من هنا لهنا؟ قامت وهتقعد في المكان اللي انا قلت لها عليه. هفضل قاعدة لوحدي كده ولا ايه؟ ايوه كده هلوا علينا. احنا النهارده جايين نقعد مع بعضينا كلنا عشان نشوف اذا كان في اي مشكله. كل مشكله كبيره ممكن تصغر لما تتحكي. يا رب. ايوه يا رب. لما نحكي ونسمع بعض. فانا مش عايزاك تبقى داخل اصلا متحامل او متضايق. فك كده واحكي لي ايه الموضوع. صلى على النبي. عليه الصلاه والسلام. انا متجوز ميرفت. ايوه. من 3 سنين. كويس. قعدنا حوالي 3 شهور لوحدنا. مين حط ايه دي هنا؟ مين استنى هنا. تعالى الشغل ده ما ينفعني. حط دي هنا. ثانيه. اوعى تشيل الشنطه. يا استاذه. اوعى الشنطه راكور. الشنطه راكور محطوطه من الاول. مين حط دي هنا؟ انا. انت بتخوف حد. انا اللي حطها هنا. هات الشنطه. هات الشنطه. انا هشيلها من هنا. هات الشنطه. انا مدير. انا مديره الشنطه دي. انا بشتغل في الدنيا دي مديره. خليها ايه جنبي. هخليها جنبي. بص اهي. حتى بعد اذنك. لا بعد اذنك انت. بص وياك تيجي تاني تقول لي فينها. خلاص الحمد لله. هتقول لي ابتدوا من الاول. انا عايز استاذ دردير.
يا استاذ دردير شوف حد يسيطر. اسيطر؟ انا عايزه حد يسيطر على الاستاذ اللي موجود ده. لا لا بجد لا، ده هو لوحده عايز حد يسيطر عليه. لسه وحضرتك شفت حاجه؟ اه والله. معلش معلش، انت قلت انك حضرتك اتجوزتها بقالك 3 سنين. 3 سنين، ايه بقى اللي حصل؟ قعدت 3 اشهر الاولانيين زي الفل كويس، عرسان جمال وحاجه، الحياه معانا جميله جدا. جميل. لغايه ما جت امها قعدت معانا الهانم. سواد صبح وسواد ظهر وسواد بالليل. هو دايما كده؟ معرفش، الراجل ما بيحبش حماته. حضرتك عندها عندها عماره، هي اللي بخيله شويه على نفسها. انا عايزه اقول لحضرتك على حاجه. اولا دي بنتي الوحيده. كويس. ده احنا جايين نرغي بجد بقى. خلاص بقى، ما هو يا نقول لا من الاول يا اما نسكت، يبقى نكمل سكات بقى، ما نقعدش نقول اه وبعد كده ننكد عليه. بس يامن مستقبلي بقى. ايه بقى يامن مستقبلك ازاي؟ عايزه ايه؟ عايزه مثلا شقه. انت مش جايب لها شقه هي ساكنه فيها؟ يامن مستقبلي بس. ايجار جديد يا ست. ايجار جديد. انا عايزه بقى شقه يكتبها باسمي. نعم يا استاذ، مش انت بتكلمني؟ استاذ درديري حضرتك هي بتقول عندها عماره، خليها تقعد فيها. يعني ما توجعش قلبنا وعايزين نعمل الحلقه. والله صح، وحياة ربنا والله العظيم صح. طيب لا، في حلول، في حلول كويسه جدا. طيب انت فعلا انت هتقول مليون اف في حلول. يا ابني يا حبيبي مليون اف. قلت لي خلاص فهمت، انت عندك عماره. اوكي. ما تقدريش تقعدي في اي شقه من الشقق بتاعتك دي اللي في العماره وتسيبيهم على نفسهم. ده بيت بلدي. طب هي مش مشكلته برضو الراجل؟ الله، ما انتش برضو هو ما انا ما احنا لسه قايلين. ليه بس علينا كده يا سيدي؟ امراضي ايه؟ امراضي دي؟ لا افهم ايه امراضي دي؟ افهم يعني ايه؟ خلينا في موضوعنا يا جماعه، ده ايه البرنامج الغريب ده؟ ده احنا ناس شعبيين جدا. انتوا ناس شعبيين، ما احنا كلنا ناس. بقول لك هم ناس شعبيين عني كمان ازيد. هم اكتر مني يا لهوي. حاجه يعني بعد عنك، يعني على الالفاظ والاسلوب اللي بيكلموني بيه حاجه يعني انا مش قادر اتكلم والله يا مدام ميم. طب يعني دلوقتي يعني الموقف ايه؟ يعني انت اتفاجئت فجاه ان الناس دي بيتكلموا كلام غريب؟ فاصل، نطلع فاصل. فاصل يعني فاصل. قبل ما نبتدي نغلط ونقول هم بيقولوا ايه نطلع وانت بتقول ايه؟ نطلع فاصل. نطلع فاصل. 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 اسكت شويه. نطلع فاصل. اسكت فاصل. شويه فاصل. يعني انا ودني ايه؟ خلاص خلاص يا جماعه، اسكت شويه. يا نطلع فاصل. قولي نطلع فاصل. هنقول اهو، ما انا هقول. نطلع فاصل. هنطق. يلا نطلع فاصل. قولي بقى نطلع فاصل. اخرب. هنطلع فاصل. طب هناخد فاصل قد ايه؟ 10 دقايق. مفيش في الدنيا 10 دقايق. لا لا لا، كتير جدا 10 دقايق. ليه يا ابني؟ عشان تتكلمي يعني براحتك. نقوم 10 دقايق. يعني نقوم نتهوى شويه ونرجع. ممكن بس اقول لحضرتك على حاجه على جنب؟ معلش. سر؟ اه معلش. لا اله الا الله. حاضر. انت بتتوقع حاجات وحشه ليه يا عم؟ مش عارف. مش يمكن تقول لي حاجه كويسه؟ طيب يا رب. فين عايزه نوقف؟ فين؟ في اي حته حضرتك. يا صبر ايوب. طب اقعدي بس. طيب اهدي بس 5 دقايق. طب اسمعيني بس. كله بالعصب هو اللي طيب. كنت اللي فات ده كله ما كانش سامع. ده انا اديتك ودني لما نشفت وهتقع. طب اسمعيني. طيب اسمعيني يا اختي والنبي. عيب والنبي. اولا ما تزعقليش عشان انا قد امك، صح؟ فما تزعقليش، اتكلمي معايا بهدوء. ايه اللي انت عايزاه؟ انا تحت امرك. مش عايزة ايه؟ انا قلت لك اللي انا عايزاه. انك مش عايزاه. مش عايزاه بس يديني حقوقي. يديك حقوقك اللي اتفقتوا عليها. اه ماشي خلاص، انا هتكلم معاه. رؤي بقى، رؤي بقى. اهدي اهدي بس 5 دقايق. بس اسمعيني بس يا اختي والنبي، هقول لك على حاجه بس تاني. معلش. تحت امرك. معلش يا اختي والنبي. انت مشكلتك في الطلاق حكايه المؤخر
ولا انت مش عايز تطلقها هي كبني ادمه؟ كبني ادمه مش هتطلقها. مش عشان إيه؟ مش انت مش لا عشان المؤاخذه بقى ولاد من الاخر. آه. من الاخر ايوه، ما عشان انا شايفاكي بصراحه رايحه ناحيته قوي. برضه رايحه ناحيته في ايه بقى؟ ما انا عايز افهم. اذا كنت بقول لك الكلام انت يا عم عايز تطلقها عشان انت خايف من المؤخر، ولا عشان انت عايزها هي؟ بقول لا انا مش خايف من المؤخر، انا عايزها هي. ده موضوع بجد يا استاذ درديري. يا استاذ يا جماعه دي مشكله ملهاش حل. طب ما انا عارف انتوا جايبيني تمتحنوني ولا امتحان الثانويه العامه؟ انا عارف اني ملهاش ده لا ده عايز ولا هي عايزه ولا انا عايزه. هما الثلاثه مش عايزين، اربعه. طب نعمل ايه؟ يعني لازم كل يعني الناس كان اللي نفسي انا دي مش عايزه في وسطيكوا مره اعمل حاجه كويسه. طب يلا يعني نشوف هنعمل ايه. مش جاي علشان يا اشوف حاجات. يا مدام ميمي، نعم. يا مدام انا ميمي انا عليك بقالك سنه ما بتردش عليا ليه؟ لما بتشوفني مزنوقه تجري. انت وهي عايزين ايه؟ ترجعوا لبعض وتدوا لنفسكم فرصه، ولا مش عايزين ترجعوا لبعض خالص؟ هي انسانه من جوه كويسه بس الثانيه عماله. طيب نعمل ايه؟ طيب اذا كانت هي مضطره ان امها تبقى معاها، يا تتقبل الوضع يا تسيبها. يعني هو انا مش كويسه؟ انا بقول انسانه كويسه. وامي مش كويسه؟ امك. لا امي مش كويسه ليه؟ لا امي كويسه فوق دماغ اي حد. انت هتقف تشرتحها هنا ولا ايه؟ لا 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 احترمي نفسك وقعدي. لا مش هقعد. احترمي نفسك. اقعد انت. عيب الراجل. ينفع الكلام ده؟ عيب الراجل. طب ينفع الكلام ده؟ اقعدي مكانك. اقعدي. هو خلاص؟ خلاص انا ما بقاليش قيمه خالص بينكم؟ انا عامل حساب الست المحترمه اللي قاعده دي. لا انا ممكن في ثانيه ما تلاقينيش. اقعدي. والله ما تلاقوني. اقعدوا بقى اعملوا اللي انتوا عايزينه. انا جيت ليه؟ جيت عشان اهدي ولا عشان الله يضربوا في بعض؟ انت شعللتيها ولا ايه بينهم تاني؟ الوليه دي مش ممكن. شفتي بقى شفتي انت ابتديتي بقى فعلا. شوفي انا كنت معاكي وحياه ربنا عشان تعذريني حضرتك وكنت تعاطفت معاكي، بس خلاص بقى ابتديت ازهق بقى. والنبي اسمك كلمتوش من كده. طب انتوا عايزين ايه بقى دلوقتي؟ خلصوني. عايزين انا ايه؟ عايزه اتطلق. اتطلقي. وانت عايز ايه؟ مش عايزه اتطلق. طيب انت مش عايزه وهي عايزه، وانت عايزه ايه؟ انا عايزه حل. حل. انت مش جايه تحلي؟ ما انا جايه حل. تعالي حليها انت يا شاطره اللي كل شويه بتتدخلي في الموضوع. تعالي حليها انت. واحد مش عايز تطلق واحد عايز تطلق، نعمل ايه؟ نجيب حكم من بره؟ بصراحه انا شايفه انك انت توافق انك انت تطلقها علشان موقف امها، او انك مش عايز تطلق يبقى تقبل امها وما تتكلمش كلمه بعد كده. فانت الخيار عندك والكوره في ملعبك. وحد. انت اللي تقول يا تقبلها بامها يا تطلقها. حضرتك قاعده تتكلمي ورك ورك بس ورك امها ورك. موجوده امها ورك. عاد انت هتقلب عليا. ما انت حضرتك عامله ورك ورك ورك. ما انا حتى مالي. انا خالص انا مالي ورك دي. انا مالي انا احس بيا حضرتك. انا احس بيك ازاي يعني؟ ركلك مش قادر افهم. ورك ورك مش عارف من غير بقى ونبي ورك. لا مؤاخذه معلش انت كمان ورك. يخرب بيت ورك. عشان نشوف بقى نخلص الموضوع ده عشان بصراحه جاي ازهق. ده انا هسمي نفسي ميمي ورك بعد كده. عايز ايه؟ عايز ايه في اليوم ده؟ طالما انت بقى مش عارفه تحليها نحلها احنا بنفسنا. تعالي يا بيت. انت عايز ايه يا راجل انت؟ لا 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 عايز ايه؟ عايز ايه؟ انت عايز ايه؟ الشغل ده لا 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 بس اسمعي انت وهي الشغل ده عيب والله العظيم عيب. الكلام ده يا مدام ميمي لا ده ما يحصلش. لا 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 والله العظيم برافو تردي. انت وهي انت وهي عيب. احترم يخرب بيت سنينك. لا 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 ما حدش يتكلم. حاضر. اتفضل. وه وه ورك ورك. اسكت خالص. اتفضل. تخيل ورك 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 ورك. حلهم بينهم الصلح خير. ورك 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 ورك. والله العظيم انا حبيبتنا. لا بس يعني بجد انا ابتديت اتوتر. معلش. اه حلهم بينهم الصلح خير. الصلح خير. الصلح خير. الصلح خير. يلا ورك 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 ور
يلا بقى ممكن بقى مدام ميمي. مدام ميمي. نعم. ممكن بقى نبدأ الحلقة؟ أنت يا عم عايز تطلقها عشان أنت خايف من مؤخر ولا عشان أنت عايزها هي؟ بقول لا أنا مش خايف من مؤخر، أنا عايزها هي. طيب لما أنت عايزها برضو عشان ما بقاش باجي عليها، بتتجوز عليها ليه؟ أيوة يا أستاذ درديري، مش كل مرة تكلمني تقول لي إيه حضرتك أنا الأستاذ درديري. أنا عارفة إن حضرتك الأستاذ درديري، لما بتشوفني مزنوقة تجري. أنت بتخوفني ولا إيه؟ أنت فاهم إن اللي اتعمل ده يتعمل تاني؟ أنا اتعمل فيها مقلب صراحة، وأنا لسه خارجة من مقلب غريب.